نروح على السكايبا ومعنا طبعا عبر السكايبا المدير الفني لمنتخب ترينداد وتوباجو تيري فينيك. بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا مبسوط ان انا معاكم هنا. اهلا بيه طبعا، وبنقول له طبعا هارد لك على خروج المنتخب الانجليزي في المباراه النهائيه امام المنتخب الايطالي. عايز اساله عن تابع المباراه ازاي طبعا على مستوى الشكل الفني واداره ساوث جيت لهذه المباراه. هو شايف انه كان ماتش مهم وكان بيتمنى ان انجلترا تفوز، بس هو الفريق الايطالي كان منظم وكان يستحق الفوز، وايطاليا كان جانب ايطاليا كان كويس، وهو مبسوط ان انجلترا وصلت للنهائي بس مش مبسوط بالنتيجه. كانت اكيد طموحات وجماهير وكل عشاق الكره الانجليزيه الحصول على بطوله كبيره، عارفين ان المنتخب الانجليزي يمكن ما كانش عنده حظوظ للوصول للمباريات النهائيه، يمكن كانت عثره كبيره جدا جدا للمنتخب الانجليزي رغم تالق معظم لاعبيه من خلال البريمير ليج وبعض الدوريات الاوروبيه، لكن كان في زي ما بيقولوا كده في نحس في يعني عدم الحصول على بطوله كبيره لمنتخب كبير زي المنتخب الانجليزي. اعتقد كان خيبه امل كبيره امبارح للمنتخب الانجليزي عدم حصوله، وخاصه المباراه بتتلعب في ويمبلي معقل ومعبد الكره الانجليزيه، وخسارته امام المنتخب الايطالي. يعني زي ما بقول لك يا كريم، الموضوع صعب بالنسبه لردود الافعال في انجلترا، وكل الناس كانت بتتفرج على المباراه. خلاص كل الناس بتحضر لدرجه ان الحكومه قالت يعني ان لو خدنا البطوله يعني طيب الضيف لسه معانا، معلش اسف يا كريم. الضيف يعني تعليقه ايه على هذه خيبه الامل وردود الافعال بعد المباراه؟ في انجلترا كانت احسن من في اللعب وكده، بس ايطاليا كانت احسن في الدفاع دفاعيا، وانا شايف ان انجلترا سجلت هدف بدري في المباراه، بس واحنا حاولنا ان احنا ندافع في وقت مبكر جدا في المباراه. على المستوى الفني لساوث جيت طبعا كل الناس بتتكلم على الثلاث تغييرات والثلاث لاعبين اللي نزلوا اضاعوا ضربات الترجيح في النهائي. انت كمدير فني رايك ايه في هذا الموضوع؟ هل هذا تصرف صحيح من ساوث جيت انه يحط ثلاث لعيبه لسه ما دخلوش جو المباراه وللتصدي لطرد ضربات ترجيحيه فيها مصير بطوله باكملها؟ رايك ايه من الناحيه دي؟ هو كان محبط من دوت، لان زي اللعيبه كلها محتاجه ان هي تاخد على اللعب في الاول في الملعب ويلمسوا الكوره وياخدوا على الموضوع شويه، ما ينزلوش وقت متاخر من المباراه، عشان كده هم ضيعوا، معظمهم ضيعوا. فهو ده نفس السؤال اللي هو كان بيقول ان يعني القرار ما كانش سليم من المدير الفني ان هو فقد البطوله. هو اختار ثلاث لاعبين من دكه البدلاء ان هم ينزلوا من غير ما ياخدوا طبع المباراه. ده حقيقي انتقادات كبيره جدا على مستوى ساوث جيت. طب هو شايف مستقبل ساوث جيت ايه مع المنتخب الانجليزي؟ هل من رايه الفني هل يستمر ساوث جيت الاداره الفنيه للمنتخب الانجليزي لحد كاس العالم اللي جاي، وخاصه كاس العالم خلاص باقي عليه يمكن شهور؟ هل هو مع وجود ساوث جيت على راس القائمه او راس الجهاز الفني للمنتخب الانجليزي، او الاستعانه باحد العناصر ذو الخبره الكبيره في الدوري الانجليزي؟ انا من رايي الشخصي انا شايف ان هو يستنى البقاء عليه، ان الفريق معظمهم سن صغير، وكمان معظم اللاعبين في سن صغير، فهو شايف ان احنا نخليه يفضل مع الفريق لغايه كاس العالم. على مستوى احنا وصلنا للنهائي ودي حاجه كويسه لانجلترا، احنا ما فزناش بيها ودي حاجه محبطه، بس احنا ماشيين في الطريق الصحيح. في
في خطه هم ماشيين عليها، والمدير الفني هو اداهم فرصه، وهو كده اداهم خبرات وشاف ان هو ممكن يبقى في الفريق احسن بالخبرات اللي اكتسبوها. اخر سؤال يمكن سؤال مهم جدا، رغم وجود نجوم كبيره جدا في المنتخب الانجليزي وفي كل الاماكن وكل الخطوط فيه نجوم كبيره، ايه اللي ناقص المنتخب الانجليزي للحصول على بطوله كبيره زي امم اوروبا او كاس العالم؟ هو انجلترا كبيره واحنا كنا مستنيين الفوز دوت لانجلترا، هو عشان الضغط بتاع البريمير ليج في التشكيله بتاعت الفريق الانجليزي من سن صغير، هو شايف ان في كاس العالم الجاي هيأدوا بشكل مميز وهيبقوا في المراكز المتقدمه في كاس العالم الجاي. هو المدير الفني عمل ادى بشكل كويس، انه بشكل كويس جدا هو مع الفريق وماشي بشكل كويس جدا مع الفريق. طيب اكيد كلنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب الانجليزي في مشواره في كاس العالم. تيري فينيك بنشكرك شكرا جزيلا. ده كان يمكن لقاء مع تيري فينيك احد اساطير الكره الانجليزيه ومدافع صلب جدا، ويمكن باين خيبه الامل وباين الحزن على وجهه، لكن تبقى الكره الانجليزيه والمنتخب الانجليزي قادر على التعويض في كاس العالم. هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه في المحترف.